أفكار متنوعة ومتخصصة بالأداء الإداري في الجهات العامة والفساد ومكافحته. محاور وضعت على طاولة مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية في يومه الثاني. حقيقة اليوم هو اليوم تخصصي أكثر، وغايتنا منه نحن نخلق بقى الشريحة التي تتبنى المشروع، المفاهيم ومرادفات وآليات عمل مشروع الوطن الإصلاح الإداري. أنا من زاوية كتير بشوف براغماتية، سمحتوا لي أولى بشوفهم كوادر المستقبل، فبيهمني أنا تتوطن هالأفكار براسهم بشكل صح ويتبنوها. اليوم اللي عم ياخدوه ما رح ينسوا. أنا أمت حكيت اليوم بالمؤتمر بعد بأمام جمهور، في محاورين رائعين، هني قادة وخيرة الناس الموجودة عنا، بنسميه نحن قادة رأي عام. قد يكون في تمثيل حكومي ممثل فيني أو بالاتحاد، أو تمثيل اتحادي بالاتحاد الوطني، فهو معتبر انه في جهات عم تسمع له. نحن بدنا نعطيه كمان هذه الضمانه، احكي رايك بصراحه، عبر عن رايك. اليوم كنا على نفس الوتيره في مواضيع اخرى تتعلق ايضا بالاصلاح الاداري، والذي هي ادوات قياس الاصلاح الاداري في الجهات العامه، وسوف نستمر بعدها في الورقه الثانيه او جلسه ثانيه مكافحه الفساد، واخيرا مشروع الاصلاح الاداري، وايضا هي عمليه مترابطه مع بعض. اعود اكرر ما بدات فيه، العنصر البشري الهام، وهو عنوان هام للتنميه البشرية. والشباب والطلبة اليوم موجودين لأنهم مدركين أهمية هذا العنصر. بناء العنصر يسمى بإعادة الأعمار. إعادة الأعمار الحجر، يعني ليست بالمسألة الصعبة أو المعقدة، ولكن إعادة أعمار العنصر البشري وتكريس الثقافة الخاصة في موضوع الإصلاح الإداري هي هامة جدا في بناء الوطن وبناء المجتمع أيضا على حد سواء. المشاركون ناقشوا في المؤتمر دور الشباب في الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتوظيف طاقتهم في العمل ضمن المؤسسات والمجتمع، وتعزيز مفاهيم التطوير لدى شريحة الشباب ليساهموا في تمكين بناء المؤسسات العامة وترشيد نظامها الإداري. هي قدمت رؤية بسيطة عن كيفية قياس الأداء في كل المؤسسات الحكومية، كان تفاعل كتير رائع، تم إسراءها، تم نقدها ممكن بشكل شوي شديد، لكن الهدف كان هو إيصال فكرة أننا نريد الارتقاء بالمؤسسات الحكومية. ما كان أكيد، بالعكس كان الموضوع مرحب فيه جدا. الورقة اللي قدمتها هي عن تحديات والفرص اللي بتواجه الموارد البشرية الشابة، حكيت عن المشاكل الكبيرة اللي بيواجهها الشباب بسوريا واللي كلياتنا صرنا على اطلاع فيها وعم نعاني منها بشكل يومي، اللي هي مشاكل قلة فرص العمل، الهجرة، تسرب من المدارس، مشاكل تأثير وسائل الإعلام على الشباب بسوريا. هيدي المشاكل ضوينا عليها بشكل واضح، وصار في نقاش ما بين مجموعة من الشباب، تمت تقديم بعض المقترحات بحضور شخصيات رسمية، بحضور السيدة الوزيرة وزير التنمية الإدارية. طبعا المؤتمر غاية في الأهمية، كان منفس للشباب بسوريا، وإن شاء الله يكون فاتحة لتكرار عدة مبادرات بهذا الخصوص. شباب متضامن على طاولة واحدة يفكر ويحاول ليعمل على صياغة رؤى مختلفة للحصول على ناتج متكامل لرفع كفاءة أداء الموارد البشرية الشابة. قياس الأداء الإداري في الجهات العامة وأدواته وأيضا مكافحة الفساد ودور الإصلاح الإداري في هذا الموضوع هي أبرز العناوين التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية من خلال الحوار المفتوح الذي يعمل على تفعيل دور الشباب في المجتمع. للإخبارية السورية من جامعة دمشق، سلمى عودة.